معوضين اخي. معوض عليك يا مزكي. مع السلامة. اهلا وسهلا. نصلى ايام زمان يا ابو نبي. قسما بالله مالك علي يمين تحلفني. كنت طالع كل يوم 2000 ليرة صافي. بس هلا يا حسرة عم بخسر كل يوم 1000 ليرة. شو الحكي؟ هلا انت كل يوم عم تخسر 1000؟ طبعا اذا كنت طالع كل يوم 2000 وهلا عم طالع 1000 شو معناته الحكي؟ لكان شو بدي اقول انا عن حالي؟ معقول انا ابو فهيم اللي كنت اذا عصرت الصخر طالع منه مي ما اقدر طالع 1500 ليرة باليوم؟ ايه صلى ايام زمان. هلا انت عم تتحسر على ايام زمان؟ طول عمرك منتوف ومعك حق ربطة خبز، هلا عم تتحسر كأنه مليونير وفلس. هلا انا كنت منتوف وداير على ربطة الخبز. اسمعوا على الحكي اسمعوا. يا سيدي حميد ربك اللي الله رماك بوظيفة عم تقص من وراها ذهب احمر، وصرت صاحب رزق ومحل وبيت وكعكتين بخيط. لك بس بدي افهم، شو قصته الزلمة؟ دائما رايح جاي قدام منا مثل مكوك الحايك. معتر الله يكون بعونه، بس لاجر اوضة عند ام نور الدين، ساتر حاله فيها. ماله متجوز ما عنده اولاد؟ ومين هالمشحر اللي بدها تاخده؟ مالك شايفه منتوف وعايف التكنة تبعه؟ سيدي الله يساعد الناس. هالايام ايام فقر اسود يا ابو زكي، ما بعرف هالعالم شلون عم تدبر حالها. طيب شو بيشتغل؟ منين عايش؟ شو كان السبب ما يجي لحارتنا؟ شو بيعرفنا؟ يعني ناقصنا نحمل هم العالم اللي فينا مكفينا. سعدية وين النارة؟ حاضر معلمتي يجيك. شو وينه زبون العوافي شحادة؟ ماني شايفته. طلع مشي ربع ساعة. لك يلي محيرني انه حاطط على الباب قفلين، يعني لو كان وزير ما بيقفل مكتبه هيك؟ حتى الغرفة ما عندي خليني فوت نظف له اياها. ما حبيبي احسنين، بكره بتخم الاوضة وبتطلع ريحتها وبينزعلي سمعة البيت بالحارة. بدك شي معلمتي؟ انا رايح اجيب شوية غراض. لا بس بسرعة ها، مثل الطير الطاير، لانه بدي بعدك تجيبي لحمة من عند ابو فهيم. حاضر معلمتي، لا تقولي الا وصلت. العافية. طيب يا الله عافيه. سندويشة فلافل لو سمحت. تبع العشرة ولا تبع الخمستاش؟ لا تبع العشرة، وكتر لي اللبن والمخلل. كل هذا العشرة؟ ايه. وخلي الفلافلات تازة اذا سمحت. ادعي لاطلع ما لاقي لك. ماشي الحال. يعطيكم العافية. اهلين الله يعافيك. اهلين. يعطيك العافية. الله يعافيك. دخيل عينك، بدي اسالك عن واحد اسمه شحاده، اجى لهون من شي 10 ايام. لهون؟ لوين يعني؟ لهون على الحاره تبعكم. قالوا لي انه ساكن بغرفه عند وحده اسمها ام نور الدين. ايه صحيح صحيح، هذا الزلمه اجى على الحاره من مده اسبوع. هلا برا من هون، شو ما شفته يعني؟ لا والله. طيب ممكن تدلني على بيت ام نور الدين؟ بروح بنتظره هنيك. وليش ما تنتظره هون؟ ما تقول الا رجع، لانه طول النهار رايح جاي من قدامي مثل مكوك الحايك. طيب ماشي الحال. اعطيني علبة كولا. تكرم عينك من عيوني. تفضل استاذ. ان شاء الله فيها الف صحة وعافية. استواني ويلك مالك. معلش خليهم لك. كتر خيرك استاذ، بس والله مو حلوة هيك. معلش بتستاهل انت. دخلك شو اسمها هي الحارة؟ هي حارة الداكونة. بس استاذ ما قلت لي شو اسطوش حادي؟ عدم المؤاخذة يعني، بحسه معنطز مع انه درويش وسره كبير مع انه بسيط وعلى البركة. صحيح ما صلوا ساكن بالحارة 10 ايام، بس الا الواحد ما ها ليك اجا، ما قلت لك ما بيغيب. لك اهلين اهلين شحادي، شو اخبارك؟ هذا انت؟ خير، شو بدك مني؟ شو في كمان؟ لا يا شحادي ولو هلا هيك بيتقابلوا الاصدقاء صدقني اشتقت لك. لك اخي انا ما اشتقت لك، حل عني بقى العمى على هالقصة. طول بالك طول بالك، بدي احكي معك كلمتين. خذ شاك ولا ما بدي اشرب كله لا بطيخ. بسمك انت تركني لحالي وانا بألف خير من الله. يلا طول بالك، ليش عصبي هيك؟ شو بقى اخي شحاده؟ انا مالي اخوك، بعيد عني عم فهمك. حل عني بقى حاجتك سماشه يا اخي. ولك عيب عليك حاج تعيط، ما حلو قدام الناس. اخي بدي عيط بدي لم الناس كمان؟ انت اخو مراي شي؟ روح تيسر بحال سبيلك بقى روح.
طولوا بالكم يا جماعة، ما بصير هيك. سمي بالرحمن واسمع شو بده منك الأستاذ. أخي لا بده مني ولا بدي منه، خليه يحل سألته على غيري ويعتني. لعمها شو بده بقى هي؟ خلاص يا جماعة، إذا بتريدوا كل واحد على شغله تفضلوا. وأنت كمان روح شوف شغلك، ولا ما بقى لك شغل غير إنك تلحقني من قرنة لقرنة. فعلا يلي استحوا ماتوا، يخرب بيتك وبيت بيتك. الله لا يعطيك العافية. قسما بالله العظيم يمكن تقطعي إذا ما عرفت شوف بين الجوز. وأنا هيك يا أبو زكي، والله مبارح ما نمت الليل وأنا عم فكر بالموضوع. هلا أنت يا أبو زكي ما عم تقول إنه الأستاذ لؤي بده يجي لعندك وطلب منك إنه يختلي بشحادة بالدكان؟ صحيح، وبده مني أدهي بعيني شحادة وفوتوا على الدكان عشان يجتمعوا سوا. أصبح ما في غير متنصت على الحديث. لك شلون ما متنصت على الحديث؟ أنا بقلكن شلون؟ هذا يا سيدي ابن أخي عنده مسجلة صغيرة تبع صحافة، وهالمسجلة بتلقط الصوت من بعيد. بقى قبل ما يجتمعوا مع بعضهم رح أعطيك إياها حتى تحطها بالدرج، وبعدين بنسمع الشريط وبنفهم الموضوع. شو رأيك؟ والله فكرة معقولة، ليش لا؟ أبو نبيه قوم جيبها أنت واترك الباقي علي. يعني أنا لو بدي ضرك كنت خبرت الشرطة وخربت بيتك وما كان طلع لك معي شي بنوب. بقى افتح مخك واسمعني منيح شو بدي اقلك. وشو بدك تقلي يعني؟ خمسة مليون منيح؟ ردهم على جوعتك، قال خمسة مليون قال. طيب يا سيدي، سبعة مليون، خدهم وخلص حالك من هالبلوي. اخي اتركني مبتلي وحل عني، حاجتك مسخرة يا حاجة. اخر كلام عشر مليون، شو؟ روح جيب المصاري؟ اخي انا ما بدي منك شي، بدي اياك تختفي من حياتي وبس، الله يخليك. فكر على مهلك ومعك مهلي لبكرة، ويمكن ساوي لك ياهم 12 مليون. ها منيح هيك؟ بس مشان ما اظلمك، وبكره الساعة واحدة بمرق لعند بيت ام نور الدين وبتفاهم انا وياك. لا تمرق ولا تعذب حالك. شوف شحادة، يعني لا انا ولا الخواجة بنرضى انك تاكلها لحالك، مستحيل، لا تفكر بهيك شي بنوب. بقى بكره بمرق لبيت ام نور الدين وبتقلي كلمتين، سامحتك ورضيت، وهيك بفهم انك وافقت. واذا ما وافقت؟ اذا ما وافقت قلي سامحتك وبس، وساعتها لا تلوم الا حالك. ها روح، الله معك. شو استاذ شحادة؟ طمني استاذ، ان شاء الله صلحته. يعني فيك تقول تلحلحت شوي. كتر خيرك ابو زكي، عزبناك معنا تفضل. لا هيك راح ازعل منك استاذ. ليش بقى؟ بدك تبطل لي هي ال500 على الطالعه والنازله، انا كل همي انه تصالحوا، ما بحب شوف اثنين متخانقين. ولا يهمك ابو زكي، انت تستاهل شرف. الله معك استاذ. هلا سمعتوا كلمة 12 مليون ولا أنا لأني بحب المصاري سمعت هيك؟ لا ما بقلبن 12 مليون؟ لك شو في بين هدول هدول الجوز؟ لا وشو؟ عم يقول له خذ 7 مليون وخلص حالك من هالبلوة. بقى تخيل حالك مبتلي وجاي لعندك واحد عم يقول لك خذ هالسبع ملايين وخلص من هالبلوة. الله يبلينا يا رب. لا وعم بيقول له لا تفكر تاكلها لحالك. أخي أنا بشوف إنه طالما الشغلة فيها شرطة معناتها الموضوع مو قانوني بنوب. المسألة ما بدها ذكاء، شو مفكر حالك؟ اكتشفت أمريكا؟ معناتها شحادة ماسك على لؤي سندات مثلاً أو أوراق ولؤي عم يساوموا عليها. لا 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 لا، هذا التحليل مو منطقي، ما عجبني بنوب. ليش يا أبو زكي؟ ليش بقى؟ لأنه يا أبو فهيم لؤي قال له خذ 12 مليون خلينا نسترزق، معناتها الحكي كمان هو التاني كسبان. لا تنسوا إنه إجت سيرة خواجة بالموضوع. ها أخ على ما أعرف شو في بيناتهم، دبحني الفضول وهدني للعظم. أنا راح أعرف لكم شو الموضوع وفشو لكم قلبكم، ما في غيري. شلون؟ لك إذا عم بيعطيني 500 ليرة على شغلات تافهة، شلون إذا هددناه بشريط التسجيل؟ شلوني معكم؟ لا تنسى تنسخ كم وحدة منه. ها فهمت؟ إذا ما وافقت اللي سامحتك وبس، وساعتها لا تلوم إلا حالك. ها روح الله معك. شو رأيك باللي سمعته أستاذ؟ الحقيقة أنا كتير مندهش، يعني معقول تكونوا عم تسجلوا صوتي؟ مختصر الكلام يا أستاذ لؤي، يا بتفهمنا شو اللي عم بيصير يا أما رح ناخد هذا الشيء بإيدينا على الشرطة. وإذا بتريد تاخد هذا شريط هدية ما عنا مانع. ما عنا شيء، لأنه عنا خمسة مثله. حلو، وشو بكون تقول للشرطة؟
هذا الشريط مو مفهوم منه شيء. بعدين الشريط مسجل مو معترف عليه قانونا. معترف عليه ولا مو معترف عليه، لحنا منا خسرانين شيء. شو إليه؟ يعني القصة لو يدراع ما ماشي الحال. أنا ما عندي شيء يقولوا، اعملوا اللي بدكم إياه. السلام عليكم. طول بالك حوج شباب، طول بالك حتى نتفاهم. لك عشو نتفاهم؟ يعني ناخذ ونعطي ونساري قصة الشرطة. أخي من قصيره كل واحد منكم بياخد 10,000 ليرة وبيغض النظر، وبس خلص شغلي مع شحادة كمان بياخد 10,000 ليرة تانية. منيح هيك؟ والله ما بيمشي الحال يا أستاذ. طيب 20,000 لكل واحد منيح، وبس خلص العملية كمان لكم 20 تانية. لا حبيبي ما حزرت، إذا بتدفع لكل واحد منا 50,000 قبل ما تنتهي شغلتك مع شحادة و50,000 بعد ما تنتهي، ساعتها أنت عيني. شو رأيك أبو زكي؟ ها؟ لا أنا ماني موافي. لك ليش لك عمي؟ ليش؟ شو رسمال عليك أنت؟ أخي أنا بصراحة توسوست، لازم أفهم القصة بالتفصيل. يعني لو بدفع لي 1,000,000 ليرة ما رح أقبل. طيب خلونا نروح نشوف شحادة هلا وبعدين لكل حادث حديث. بدك تشوفه إذا سامحك ورضي عنك؟ لا ما شاء الله حولكم وحواليكم، زكايا ما بيخاف عليكم. لك يا حبيبي هي حالة الدابونة مو حي الله. يعني صار فيك مثل اللي بيبيع المي بحالة السقاية. تفضل. يسلموا. أهلا وسهلا. شكرا. يا أهلا وسهلا. يعطيكم العافية. أهلا العافية. شو؟ لساتك زعلان مني؟ لا خلاص سامحتك وعفى الله عما مضى. يعني رضيت عني؟ لك قلت لك سامحتك بقى يا عمي، خلصني سامحتك. يعني ما رضيت عني؟ شبهنا استاذ لؤي، طالما عم بيقول لك سامحتك معناتها رضيان عنك. لا بدي اسمعها منه هو. سامحتك وبس. انت فهمنا شو القصة ولحنا لك علينا، لا نخبر لا شرطة ولا مرطة. الحقيقة انا ماني خايف انه تخبروا، لانه بصراحة انتوا جماعة ولادين سوء وبدكم مصلحتكم، بعدين انا ممكن احتاج مساعدكم كمان. ولا يهمك، نحن من ايدك هي لايدك هي. ايه سيدي اسمحولي اولا اعرفكم بحالي، انا الدكتور لؤي حمياني، طبيب بالامراض الداخلية. دكتور؟ ايه نعم. وشحادة كان زبوني، بقصد كان مريض عنا، وبيوم الأيام إجا لعندي شحادة ومعه قطعة سنين. دكتور وأنا عم أحفر عندي بالأرض لقيت صندوق قديم فيه 100 تمثال مثل هذا. وشو المطلوب مني؟ سمعت إنك خبير بالآثار وحابب تتمن لي إياه. إيه على عيني، ترك لي إياه يومين ثلاثة ورد لك خبر. المهم عرضت القطعة الأثرية على خواجة أجنبي صاحبي تمن لي إياها بحدود 300,000، وعرض ياخذ الكمية كلها. هلا القطعة الواحدة حقها 300,000؟ لا تحسبوها وتعذبوا حالكم، المبلغ الإجمالي بيطلع 30,000,000. الله أكبر على هالشغلة. كمل أخي كمل، شو صار بعدين؟ أخي هي القطعة الواحدة بتسوى 10,000 ليرة. 10,000؟ إيه. ودخلك في من يشتري؟ في خواجة صاحبي ممكن ياخذ له شي 10. والباقي باقي القطاع انت جيبهم كل يوم وانا صرف لك يوم، بس الشغله بدها وقتها. طيب ماشي الحال، تركني فكر بالموضوع. فكر على كيفك. ايه وفكر بالموضوع يا سيدي. فكر واعتمد، ويوم اللي بده يسلمني القطعه الاثريه اجى اخوه لعنده ودري بالقصه، قام اقترح علي عرضهم على شخص تاني. وعرضهم يا سيدي؟ عرضهم وعرف قيمتهم، ومن يومتها فص ملح وداب، وصار لنا شهر كامل ونحن عم ندور عليه هيك حتى لقيناه. والقطع الأثرية معه؟ أكيد معه، وأغلب الظن إنه مخبيهم بالأوضة عن بيت النور الدين. إيه وهلا شو ناوي تعمل؟ قول شو ناويين نعمل بيكون أحسن، مو أنتوا عرضتوا علي تساعدوني؟ نحن بأمرك، بس عدم المؤاخذة شو رح يطلع لنا من هالشغلة؟ يا سيدي لكل واحد 1,000,000 ليرة. لا حبيبي شو 1,000,000 ليرة؟ جاي تضحك على عقلنا؟ بنقسمها قسمة عدل اخي. ماشي الحال، قديش بدكم يعني؟ اسمعوا،
انا باخذ التلت والخواجه التلت وانتو التلت، شو قالكم؟ موافقين. اهم شيء انه تراقبوا منيح وما يغيب عن عينكم لحظه واحده، لانه هلا حسب الحامل بقى خايف يهرب او يغير محله. من هالناحيه لا تاكل هم، بس قصدي بعد المراقبه شو بدنا نعمل؟ لا تستعجل ابو زكي، هلا عم نرسم الخطه انا والخواجه، وبس نعتمدها بنخبركم عليها. بس لا تنطوها كثير انت والخواجه. ولا يهمك، كل شيء بوقته حلو. تبع العشرة مثل العادة؟ لا، تبع الخمسطعش. وحط لي قرصين زيادة ومعسهم. يا على عيني صاير عم يتبحتر، صاير عم يتبحتر. بصراحة يا أبو زكي أنا ما صنفت هالقصة منوب. هالقصة؟ قصة الأستاذ لؤي مع شحادة، أكيد في شيء تقيل بيناتهم. لك لا تقيل ولا خفيف، بعدين شو بده يكون بيناتهم يعني؟ ما بعرف، بس أنا بلش الفار يلعب بقلبي، وعم فكر إني طالع شحادة من الغرفة. أوعك أوعك تطالعين من الغرفة. ديو، وليش احتديت كل هالقد بعدي؟ ما احتديت، بس الزلمة درويش ومعتر وماله سئلة، فليش تكسر بخاطره وتطالعين من الغرفة؟ وهالأوضة اللي مثل خزنة البنك المركزي؟ أكيد في وراها سر لحتى قافلها هالقفلة. لك إيه لا سر ولا مر، بيكون الزلمة موسوس شوي، هاي هي كل القصة. لك شو بين معك شي؟ هلأ فات على غرفته وش على الضوء. هات شو فات. يا سلام، سحب الصندوق من ورا التخت. ايه فتحه. اخسرخ البرداية، يخرب بيت قلبه شو حريص. مو مشكلة، المهم تأكدنا من وجود الصندوق. يعني تأكدتوا من وجود الصندوق؟ عم بلك شفته بعيني دكتور. عظيم كثير. هلو خواجة، how are you? I'm fine thank you. We found the box. Yes. Sweet okay. أبو زكي ديبارتمنت. Yes. شحادة MB. Thank you. Thank you. الخواجة كتير مبسوط من الخبرية. عظيم جدا. وانتو شفتوا شي غريب من خلال المراقبة؟ يا سيدي هالزلمة ماله لا طلعه ولا فوته. كل يوم بينزل على البلد بيشتري صندويشة فلافل وبيرجع. ما في غير مبارح اشترى صندويشة همبرجر. ايوة معناتها بلش يشخوي يتبحبح. شو يعني؟ يعني احتمال كبير يكون له زبون للتماثيل. العمى مصيبة. لك لا مصيبة ولا شيء، طولوا بالكم انتوا التانيين، كله مصيبة ولا حل. المهم انه نتحرك بسرعة. هلا مسيك لك. شو هال؟ اعشاب طبية نادرة بتتقاسمون وبتغلون منيح وبتحطوهم بقنينة، وكل ما مرق شحادة بتعزموه على شيء مشروب، شاي، قهوة إلى آخره، وبتحطوا بكل كاسة أربع نقط. طيب ما بدنا نعرف شو هالأعشاب هاي؟ هاي أعشاب منشطة حتى تفتح له مخه ويتعاون معنا على المزبوط. هلأ اشتغلوا مثل ما عم قلكم، ما حدا يناقشني، وهلأ اسمحوا لي، ولقاءنا بعد خمسة أيام إن شاء الله. وين سيش حدا؟ خير؟ شبتك مني؟ تفضل شب لك كاس الشاي. يسلموا هاليدين، هلا شربت شاي عند ابو فهيم. طيب فنجان قهوه. كمان شربت قهوه عند ابو نبي. معناتها ما في غير كولا. قسما بالله ما بتروح لتشرب كولا. دقيقه لجيب لك وحده بارده من البراد. ماشي الحال. يعني طبقتوا التعليمات اللي قلت لكم عليها؟ صلوا خمسة ايام عم بكرع شاي وقهوه وكولا ومنشطات على حسابنا. عظيم، معناها اليوم لازم يكون خالص. شلون يعني خالص؟ يعني البقية بحياتكم. أعوذ بالله، لا تقولها. الله يعطيك عافية على هالعملة. لا، هي عملتكم مو عملتي. صحيح، بس نحن ما اتفقنا على هيك، هيك صار فيها جريمة قتل. أيوة جريمة. ليش سرقت الآثار وتهريبها مو جريمة؟ قوموا تأخرنا، قوموا يلا. لوين؟ لعند نور الدين، خلينا نشوف إذا زلمة اتكل ولا لسه. بس نحن شو رح نستفيد من موته؟ هذا مو شغلكم، هيك بده الخواجة، يلا شرفوا.
يا لطيف يا لطيف يا بسم الله. شحادة شحادة، لا إله إلا الله، الرجال ميت يا جماعة. شو ميت؟ قولي على قلبك يا أم نور الدين على نصيبي ولي على الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو هالصهي؟ أخيرك أستاذ وعي دبرني. كيف تدبرك؟ لازم نخبر الشرطة. الشرطة يا الشرطة يا لطيف. هلا عن جد بلغ الشرطة؟ سمعنا شوي، سمعنا شوي شباب، كله نازل بالخطة. عمري ما سمعت خطة فيها شرطة. لك امشي هلا. قولي على أمتي، على أمتي، على أمتي، دخيلكم، على أمتي. شو دكتور لؤي؟ على هي لابسين الشرطة والسيارات والكركبة، كلها كذب بكذب؟ طبعا كذب بكذب، لكن شو فاكرين أنتو؟ وانا لما كنت عم بحكي على التليفون كنت عم حاكي الخواجه وهو رتب كل هالقصه. العمى شو هالخواجه هاد؟ بنته داهيه. طيب ليش الدوريه قفلت الغرفه بالشمع الاحمر؟ مشان نطمن انه ما حدا يفوت على الغرفه من هون لنشتري البيت. ليش بدنا نشتري البيت؟ باللي فيه، هيك اوامر الخواجه. تفضل يا جماعه مدوا ايديكم. يسلموا الديات. ايه اختي نور الدين شو قلتي؟ والله انا بصراحه ماني ناوي ابيع البيت، بس طالما الموضوع إنساني والدكتور لو أي بده يفتحوا مستشفى فأنا ما عندي مانع منه. كلك ذوق نور الدين، ويا ترى قديش حاطتي له السعر؟ هاها أنت بشو مفكر؟ يعني بحدود 800,000. لا بدك تبحبحهم شوي. على عيني، ومية زيادة صاروا 900. والله لساتها بعيدة كتير بيناتنا يا دكتور. يا ستي أنا بمون على الدكتور بمية زيادة، يعني صاروا مليون. لا والله يا أبو زكي ما حذرت، أنا بدي فوقهم كمان 9. لو وقفت على 9,000 ليرة وأنت صادق 9 ملايين. طب شو عم تحكي أنت؟ من كل عليك عم تحكي؟ يعني أنا بعرف كل شيء، بعرف البير وغطاء. البير وغطاء؟ إيه البير وغطاء من طقطق للسلام عليكم، وبعرف ليش كنت اشتروا هالبيت. وشو بيعرفك أبو زكي؟ أنا بحكي. تفضل. شو بتعرفي؟ شو بتعرفي نور الدين؟ قولي. يا سيدي بعرف انه هالمنطقة هي رح تتنظم وتصير اسعارها بالعلالي، يعني مثل تنظيم كفرسوسة، يلي حقه ليرة رح يصير حقه 100. بقى وين رايحين انتو بين العشقة؟ ومنين جبتي هالحكي؟ من مطرح ما جبته. عيني انا بأقل من 10 ملايين ما ببيع، وانتو روحوا خيطوا بغير هالمسلة. شو يعني؟ يعني فعلا المنطقة بدها تتنظم والاسعار رح ترتفع 10 اضعاف. انت متأكد من الحكي دكتور؟ طبعا متأكد، امبارح الخواجة عمل اتصالاته وجاب الخبر اليقين. يا عيني عليك وعلى الخواجة، فرجت علينا من كل الاتجاهات يا جماعة، الحمد لله. هلا قيمونا من سيرة البيت وخلونا بالصندوق. بالنسبة للصندوق المسألة محلولة، نحن رح نشتري البيت ب10 مليون. ايه ومين بده يدفع؟ الخواجة طبعا. انتوا لا تاكلوا هم، انتوا رح تاكلوها على الناشف. وافق على هيك سعر؟ لك هو شو فارقة معه؟ منه رح يسحب الصندوق على أهون سبب، ومنه رح يستغل البيت بشي مشروع استثماري. يا أخي الخواجة رهيب، رح يضرب عصفورين بحجر واحد. هلأ المهم نحن شو رح ينوبنا من العملية؟ كونوا على ثقة أن تعبكم ما رح يضيع، وإن شاء الله ما بتكونوا غير رضيانين. حبيبي عن شو؟ ما بتطلعوا إلا رضيانين. اسأل الخواجة ما بينصح حدا. يضربوه الخواجة. تعرفوا يا جماعة أنا الفار بلش يلعب بعبيها. شو الحكي؟ يعني في إنا بالموضوع؟ ما بعرف، بس حاسس أنه راح نطلع من هالمولد بلا حموس. لو نطلع من المولد بلا حموس، فسر أبو زكي فسر. هلأ إذا هذا البطيخ اشترى البيت من هون وسكره من هون وسحب الصندوق من البيت، ولا مين شاف ولا مين دري. إيه شو ايه؟ هذا يعني انه رقابنا صارت بايد الخواجة. طيب اذا عنا ما لكن عندي شي، شو رح نقدر نعمل معه؟ قسما عظما بخلع الرقبة تبعه هو والدكتور المعنطاز. ايه هذا اذا عاد شفت خلقته. بنشتكي عليه للشرطة. يغزل عين عنك شو زكي، شو بنقول للشرطة؟ قتلنا شحادة؟ ما رضوا يعطونا حصتنا من القطع الاثرية؟ لك حدا بلف حبل المشنع على رقبته بايده؟ والله عم تحكي مزبوط، أنا حاسس كأنه التعب علينا. أي نعيماً. طيب والحل؟
معقولة هيك نضل عم نتفرج عليهم وما نحرك ساكن؟ فشلوا، لازم نتغدى فيهم قبل ما يتعشوا فينا. شلون؟ يا سيدي بنشتري البيت ومنلهف الصندوق وهيك بصير رعبتهم بيدنا. تمام، وإن حبينا نعطيهم نعطيهم وما حبينا يبلطوا البحر. فكرة جهنمية، هيك منقدحهم برغي منطالعوا من أحفراسهم. بس شلون بدنا ندبر المصاري؟ نتعاون عليه نحن ثلاثة، وكل واحد منا بيدبر 3 ملايين وشوي. إيه بس المشكلة ما معنا سيولة. هلا لا تعملوا لي سيولة وميولة، كل واحد منا بده يدبر المبلغ، لو باع ما فوقه وتحته وبأسرع وقت ممكن. تفضل. شكرا. يا أهلا وسهلا. يسلموا. أهلا وسهلا. إن شاء الله ألف مبروك عليكم البيت. الله يبارك بعمرك، وأنت كمان مبروك عليك 10 ملايين. بس بدك الدغري؟ والله أنا ضميري عم يأنبني، لأنه كان المفروض الدكتور لؤي هو اللي يشتري البيت مو أنتو، هيك كان الوعد. يا ستي الدكتور لؤي عدل عن الفكرة. بعدين أنت شو بيهمك؟ مين ما بده يشتري يشتري، طالما عم تقبضي مشكلتك محلولة. قولتك، بتضلوا أنتو أبدا من الغريب. بس هالغرفة المختومة بالشمع الأحمر شو رح تعملوا فيها؟ رح تضل مختومة لتيجي الشرطة تفتحها، لحنا اشترينا البيت على الوضع الراهن. ماشي الحال، ما في مشكلة. وإمتى رح تسلمينا البيت أختي أم نور الدين؟ بعد بكرة إذا الله راد. إلا كتير لبعد بكرة، ليش مو بكرة؟ تكرم عينكم، بكرة شرفوا تسلموا البيت، أنا ما عندي مانع. السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام. شو بلاي سبقتوني لهون؟ إيه، وليش لحتى ما نسمع؟ إيه أختي أم نور، هاي المصاري جاهزين، إمتى بتحبي نعمل العقود؟ يطعمك الحجة والناس راجعة، البيت انباع. انباع؟ بس انت عاطتيني كلمة. مزبوط، بس اللي اشتروه رفعاتك ما حدا غريب. انتو؟ ايه نحنا، شو ناقصنا يعني؟ ما بدك تبارك لنا دكتور. بس نحنا مو هيك متفقين. سيدي مرحبا متفقين. بس انتو هيك عم تلعبوا بالنار، والخواجة ما بيسكت على هيك مقلب. يا سيدي ايده ما تعطيه، شو بده يطلع منه يعني؟ طيب بسيطة، إذا ما نخلي الخواشة يخرب بيتكم ويخليكم تقمطوا أصابعكم نداني، ما بيقول اسمي غسال. غسال؟ هلا يا جماعة ما فيها مسؤولية إنه نفتح باب مختوم بالشمع الأحمر. ليكو على الحكي ليكو، لك ما بتعرف إنه الدورية اللي ختمت بالشمع الأحمر دورية مزورة؟ إيش عم بالي؟ عم بالك. أول بالك مش هذا شو ها؟ مش الحال. استنى شوي، بعد شوي اطلعوا. سيد عاصم، هاي 1.5 مليون إلك و3.5 إلك و5 ملايين حصتي أنا. بس هيك مو عدل يا غسان. ولا تنسى إنه أنا راح بيتي. شو هالحكي هاد يا عاصم؟ لكن كيف العدل هاد فهمني؟ شو نسيت إنك كنت راكد وراي وقت طلعت من السجن وبدك تدبر أي شغلة تشتغلها؟ هلأ 1.5 مليون بعد يعجبوك؟ وإنت يا خانو، نسيتي إنك كنت عم تبكي مشان تبيعي بيتك لو ب500,000 قبل ما يوقع فوق راسك؟ هلأ 3.5 مليون بعد يعجبوكي؟ مو مشكلة، على كل حال مو خسارة 5 ملايين بهيك مخ. وانت يا نور الدين؟ ماشي الحال، توكلنا على الله، هات لنشوف وزع علينا. يلا، هاي 500,000 إليك ونص مليون إلك وهدول إلي. هاي حبة بطاطا إلك. صغيرة؟ لك مو صغيرة، هاي حبة بطاطا إلك. لا 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 لا، هاي صغيرة عليك، ما بدي إياها. لا لا مو صغيرة. صغيرة ما حبيتها صغيرة. من عيد الاسم. ها تفضل بشوع بشوع، خذ هاي حبة بطاطا إلك. نص مليون إلك وهدول إلي، نص إلك ونص إليك وإلي وإلك وإلي. خذ خذ.